البداية مشاهدينا ومستمعينا كالعادة بالأخبار الرياضية السريعة، حيث عاد المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر إلى تدريبات الفريق الجماعية، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا، إضافة إلى عبد الله الخيبري ووليد عبد الله. وغاب الثلاثي مع عدد من لاعبي الفريق عن المواجهة السابقة، ووصل عدد المصابين في النصر إلى 14 حالة في وقت سابق توزعت بين لاعبين وجهازين فني وإداري. واستطاع تحقيق النصر أول 3 نقاط في المسابقة، ويستعد النادي الأصفر لمواجهة الهلال غريمه التقليدي يوم 23 من نوفمبر الجاري في قمة الجولة 5 من الدوري السعودي. أعلنت وزارة الرياضة ممثلة بفريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي الحالي لأندية الدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تسمح للأندية للحصول على دعم إضافي وفقاً لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية. وأوضحت وزارة الرياضة أن 3 أندية فقط من أصل 16 نادياً أصبحوا مؤهلين للحصول على هذا الدعم بعد تقييم شهر نوفمبر الحالي، حيث يتوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن 4 نقاط من أصل 7 نقاط، ولم يحصل على هذه النقاط المطلوبة سوى نادي الفتح أولاً ونادي الاتحاد ثانياً، ويأتي ثالثا نادي القادسية. يخوض المنتخب السعودي اليوم مواجهة الودية الأولى بعد التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا، حينما يستضيف نظيره منتخب جامايكا على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في مباراة ودية استعدادا لاستئناف التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وأخذ المنتخب السعودي آخر مباراة له في شهر ديسمبر الماضي حينما شارك في بطولة كأس الخليج قبل توقف التصفيات بسبب كورونا، واحتل المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 8 نقاط في مجموعته التي تضم بجانبه منتخبات أوزبكستان المتصدر برصيد 9 نقاط وسنغافورة واليمن وفلسطين.